يا دكتورة في حد بره عايزك ضروري. قولي له اتفضل. طب استأذني. لا خليكي. نعصام. هرم جندل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نادرة مرت بلال الله يرحمه. عارفها طبعا. مش عارفة أعزيكي في بلال ولا باركلك على المولود الجديد. اقعد يا عصام. نادرة عارفة كل حاجة. عارفة مين اللي واقف مستنيني بره بعربيته؟ هيكون مين يعني؟ مسعود أخوكي. الأسود؟ وشافك؟ لا بس أكيد مراقبني. أمال جاي يعمل إيه يعني؟ تلاقيه جاي عشان أنا أحاول أشغله. عن إذنكم. وتعب نفسك ليه يا مسعود وجاي من النجع لحد هنا؟ البيت ضيق ولا خايف من سميرة؟ مسعود عبد الجبار ما يخافش غير من اللي خلق. عاوز تقول ايه؟ عايز بيت واحد يلمنا. ما احنا قاعدين في بيت واحد. وبعدين معاكي. ما انت فاهمه قصدي ايه؟ عايزنا نتجوزوا. امل ومنى عيني. واه كل دي عشان 50 فدان بتوع يوسف. الفدادين كتير لكن نادره واحده بس. واه وكمان رومانسي. انت هتتنجوزي علي؟ اه رومانسي بس مش مع اي حد. مش معنى معاي؟ عشان عجبتيني وعجبنا عقلك وقوتك وقلبك الطيب. اسمعني يا مسعود يا اخو الغالي وعم الغالي وولدك كبير، انا مش هتجوزك. خايفه من سميره ياك؟ ده انا اذبحها تحت رجليك. مع ان سميره تستاهل الذبح بس مش عشان خايفه من سميره، لانك عمرك ما دخلت قلبي من اصله. في ايه مش عاجب؟ من غير ما اقول القبول ده بتاع ربنا، وانا في حاجه قفلاني منك ما عايزاكش. هتندم يا نادر. ليه هتقتلني؟ لا انا مش حرمه زي مرتي، انا انتقامي اكبر بكتير. اللي ترفض مسعود تتحمل ناره. نازل على الارض ولا اقتله؟